لكن هناك سؤال مسيو فرانسوا ربما تواجهه في مصر إذا فكرت أنك تسافر مصر، يعني ما شأنك أنت؟ ما دخلك؟ أنا في هذه فترة من التاريخ وأشوف. أنت ترى أن ربع مجزرة وتدين من سكتوا ومن تحالفوا ومن أيدوا، ما شأنك أنت؟ لماذا توجعك ربع يعني؟ أنا أنظر هناك رأي عام في أوروبا ينظر يشيطن التيار الإسلامي. تمام. وأنا نتيجة فرصتي القيمة للحوار مع رموز التيار الإسلامي تبين لي أن التيار الإسلامي يمثل أغلبية الشعب إلى حد إذا نقول كذا. فأنا كمواطن كمفكر أنا مع أغلبية الشعب في هذه المنطقة، ليس هناك دعم إيديولوجي، أنا لست من المسلمين ولا من الإسلاميين، لكن بعقلانية من منظور عقلاني أقول أن لابد أن تتم الافتتاح السياسي مرورا بالتيار الإسلامي. ليس من الممكن أن نقول بعد ما نتخلص من الإسلاميين نمر إلى الأمام، هذا ليس هذا مستحيل. يعني لم تجيب على سؤالي، ما شأنك؟ ما شأني يعني يعني أنت ليس لك مصلحة في هذه المذبحة؟ لا، وليس لك أقرباء. عندي مصلحة فكرية، أنا أكتب أسف التطورات، أنا عندي مصلحة علمية أولا، ثم كمؤاتن أشعر أن مع الحق، والحق أن يسمح للشعوب أن يتقدمون إلى الأمام، أن يشاركون في، أنا أقول لا أشير إلى الديمقراطية، أشير إلى فترة مصالحة بين شعوب هذه المنطقة بعد فترة الاستعمار. مرت هذه المجتمعات الليل الاستعمار، ثم صفحة القومية المتشددة استبداد عبد الناصر، ونحن شيئا فشيئا نمر إلى فترة أسميها فترة المصالحة بين المؤسسات السياسية والشعوب، وأنا مع هذه المصالحة، هذا لصالح الشعوب وجيران الشعوب. ما أريد من منظور أناني أقول أنا كفرنسي أريد أن تعيش المصريون بالسلام. لماذا؟ هذا لصالح الجميع على الأرض. لماذا لا ترى حكومتك في فرنسا؟ الإرهاب الدولي، من اللي يخلق الإرهاب؟ من؟ الاستبداد. يعني بصفة عامة أقول أن الإرهاب إنتاج من سوء عمل مؤسسات التمثيل السياسي. تمام. في العالم كله. تمام. تمام. فأنا مع المؤسسات السياسية الفعالية كي لا تنتج، كي لا تخلق ناس متشددين الذين يريدون أن يموت أي أجنبي أو أي مصري، كذا نتخلص من العنف على سطح الأرض.